بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم المطبخ أمنا لما راح نديرو مع بعض تحلية بلي فخاز. قبل كل شيء عندي لهنايا 250 غرام تاع لي فخاز، غسلتهم وحطيتهم قطرو. دوك لهنا نحيلو غير هاد لابارتي بيسك راح نرحوهم في الروبو، ما كان لا يعني تقطعيهم وما كان لا تقطعيهم يعني رقاق، نحيلهم غير هاد لابارتي الفوقانية ونرحوهم مع المكونات اللي راح نزل نعطيكم دوكا. هنا نحكم البلندر تاعي، نحكم الطاس حواليك، نحط فيه هذوك لي فخاز، نزيد لهنا هكذا زوج مغارف يكونوا معمرين مليح تاع النشا، هنا السكر حسب الحاجه. انا رايحه ندير 3 مغارف، وانتم بعد ما تخلطوا الخليط تاعكم تبدا تطيبوا فيه، ذوقوا وشوفوا. نزيدوا لهنايا هكذا قرصه تاع الملح وزوج كيسان تاع الحليب. تحطي المكونات تاعك كامل، دوك لهنا ميكسيهم، بعد تحطيهم في كاسرونه ونطيبوهم كيما نطيبو ان كريم باتيسير عادي. هنا بعد ما خلط كامل هذوك المكونات مع بعض، اللي ما يحبوش هاد الحبيبات تاع لي فخاز لهنايا يصفوهم كيما صفيتهم انايا. دوكا نحطوهم فوق النار ونقعدو نخلطو حتى نتحصلو على كريمة. هاي لك الكريمة تاعي بعد ما طابت. دوك لهنا عندك لو شوا، تحبي تاخدي طبسي هكدايا وتفرشيها باش تبرد لك يعني تمتم، ولا تقدري تخليها هكدايا حتى تبرد ومن بعد نكملو التتمة مع بعض. هنا ما يهمناش دير القشره ولا ما ديرش، باسكو راح من بعد نزيدو نخلطوها بالخلاط الكهربائي. هنا بعد ما حطيت الكريمه تاعي راهي تبرد، دوك نمروا المكونات اللي راح نكملوا به هاد تشيز كيك تاعنا، اللي هي التحليه عباره عن تشيز كيك دوق فراوله. عندي لهنايا الفلان دوق فراوله تاني، عندي الشوكولا لهنايا 100 غرام، هنايا دوك اللي يحبوا افراد العائله تاعك بسكوي، راح ندير لهنايا زوج باكيات برك، هذا اللي موالفين نديروا به التحليات. عندي بودره شانتيي كاس الا ربع، ولهنا ثاني الحليب كاس الا ربع. هنايا هذو الكيسان تاع 200 ملي على بها يبانوا لكم معمرين. عندي نص كاس تاع حليب واحد اخر، وعندي كاس تاع الماء نسحقوا في الاخير كامل. نبداو على بركه الله، بسم الله، نطلعوا لا شانتيي تاعنا هي الاولانيه. هكذا بعد ما طلعنا لا شونتيي تاعنا، دوك نحطها هذه في الثلاجة. نحكم البسكوي ديالي دوكا، نهرسو برك هكدايا بين يديا، ونحكم الشوكولا، نزيد لها هذاك النص كاس تاع الحليب ندوبها ونبداو في المونتاج تاعنا. هنا بعد ما فتت هاد الكاطو تاعي، ما تفتتيش بزاف يعني كسريه برك هكدايا، خليه شويه خشين. لهنا اللي تحب تزيد مكسرات تقدر، احكمي قسم مغرفه هكدايا تاع لا شونتيي وحطيها عليه، ومن بعد احكمي هذيك الشوكولا اللي دوبنا نزيدي كبيها كامل هنايا وخلطيها. سيدخليها كامل هاد الخليط، سيخلطيهم مليح مليح
ومن بعد ديريهم في امول، تحبي مدور تحبي قليب تحبي كاري كيما تحبي. بعد ما خلطت البسكويت تاعي هاولي قلت لكم حطوا اطار هكذايا وحطوا وخدموا فيه، تحبوه كاري تحبوه مدور تحبوه هكذا على شكل قليب كيما تحبوا. هنا بعد ما حطيت البسكويت تاعي داخل الاطار، هاي لك الكريمه اللي طيبنا الاولانيه، شوفوا كيفاه جمدت. انا حطيتها في كونجيلاتور وعندي لا كريم شانتيي لهنايا، دوك نخلطهم في زوج مع بعض. هاي ليك بعد ما خلطت الكريمه تاعي دوك نحطها لهنايا في الوسط. المرحله الاخيره نحكم هذاك الكاس تاع الماء، نحطو هكذا في كاسرونه ونزيد عليه هذا الكيس تاع الفلان اللي دوق فراز. خلطي هذاك الفلان تاعك هكذايا ومن بعد ديه فوق النار غير ياخذ الغليه برك، غير يبدا يغلي طفي عليه ومن بعد سيي برديه شويه، ما تحطيش ديريكتومون هو سخون فوق فوق هذاك تيس كيك تاعنا، باسكو لو كان تحطي هكذاك هذيك الكريمه كريم شانتيي راح تذوب لنا ولا كريم تاعك ما راحش تشد مليح مليح، لازم تبرديه شويه بصح ما تخليهش يجمد، غير تشوفيه دفا شويه ابدا يصبي ديريكتومون الخليط تاعك والتزيين يبقى اختياري في الاخر. هاوليك بعد ما بردتو شويه تحملي يدك فيه ويقعد هكذايا كيما نقولوا طالق روحو، ما لازمش تخليه يجمد، ابدا يحطيه فوق فوق التحليه تاعك. بسم الله. هاي لك النتيجه تاع التحليه تاعنا، صدقوني تخرج ما شاء الله. هنايا قد ما تخلوها تبرد قد ما تجيكم مليحه، انا في الحقيقه خدمتها في الليل خليتها حتى لدوك الصباح باش نقسمها معكم، والنتيجه شوفوا كيفاش تخرج، تخرج روعه. ها مليك شوفوا الطبقه تاعها الكريمه هذيك اللي درنا من تحت الطبقه تاع البسكوي ولا جيلي اللي درناها من الفوق. دوك نقسم لكم طريف تشوفوها كيفاه جات. بسم الله. هنا التزيين قلت لكم كيما تحبوا، تحبوا ديروا تانيك شوكولا، تحبوا ديروا اي حاجه، انا درتها بلي فراز بما انها تحليه بلي فراز كملتها بلي فراز. وهاي لك النتيجه الاخيره، شوفوا كيفاش تخرج، تخرج وعصر مليحه هاد التحليه، اما للشهر الفضيل اما لضياف الغفله لولادكم هكذايا للكوتي للسهرات لكل حاجه. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم، ما بقى لنا غير نقول لكم كالعاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.